عاد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي الى ارض الوطن بعد زياره رسميه الى جمهوريه روسيا الاتحاديه، واستغرقت الزياره عده ايام لحضور الاجتماع السابع للجنه العسكريه المصريه الروسيه المشتركه للتعاون العسكري بالعاصمه موسكو. عاد الى ارض الوطن الفريق اول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسميه لجمهوريه روسيا الاتحاديه، والتي استغرقت عده ايام لحضور الاجتماع السابع للجنه العسكريه المصريه الروسيه المشتركه للتعاون العسكري بالعاصمه الروسيه موسكو، وقام القائد العام للقوات المسلحه بحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2021 بمعرض الجيش الروسي. والذي تضمنت فعالياته افتتاحا رسميا لمنتدى المباريات الحربيه في روسيا والتقى الفريق اول محمد زكي السيد سيرجي شيوغو وزير الدفاع الروسي، حيث اجريت له مراسم استقبال رسميه بمقر وزاره الدفاع الروسيه، وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين. وعقب مراسم الاستقبال تراس الوزيران جلسه مباحثات، تناولت اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه، كما تم مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه لكلا البلدين واكد الفريق اول محمد زكي خلال انعقاد الجلسه العامه الختاميه للاجتماع السابع للجنه العسكريه المصريه الروسيه المشتركه للتعاون العسكري اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخه مع جمهورية روسيا الاتحاديه، معربا عن تطلع القوات المسلحه المصريه الى دعم افاق واوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحه لكلا البلدين. من جانبه اشار وزير الدفاع الروسي الى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، كونها دوله محوريه وحليف استراتيجي مهم بمنطقه الشرق الاوسط. وفي نهايه اجتماعات الجلسه العامه الختاميه، وقع وزير الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكريه والامنيه